الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية مزيل العرق في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عن كل خير. في المنام تشير رؤية استخدام مزيل العرق على رزق الله عز وجل للفتاة بشاب صالح فيه جميع المواصفات التي تتمناها وتعيش معه في سعادة والله أعلم. الفتاة العزباء التي ترى في منامها مزيل العرق بشرى لها بزوال همومها وأوجاعها ومما تعانيه من مشاكل والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية استعمال مزيل العرق في المنام على تغلب الراء على مشاكل وتحقيقه لكثير من الأرباح والمكاسب عندما يرى الشخص بأنه يستخدم مزيل العرق في المنام. والله أعلم علامة على شفائه مما يعانيه من أمراض والله أعلم. نزول العرق من يد الراء بكسرة وغزارة في المنام تحذير للراء من كسرة انفاقه للمال وتبذيره حتى يصل للإفلاس. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في المنام تشير رؤية خروج العرق من الإبط إلى افتعال الراء الكثير من المشاكل مع الآخرين بسبب شخصيته الغير سوية والله أعلم. رؤية الرجل المتزوج بأن العرق يخرج من كل الجسم في المنام والله أعلم تكون إشارة طلاقه لزوجته وانفصاله عن زوجته. المرأة المتزوجة التي ترى في منامها خروج العرق من إبطها والله أعلم علامة على مرورها بأزمة مالية وتحتاج الشديد للمال. تشير والله أعلم خروج العرق من الجسم كله في المنام على فراقها ووداعها لأحد الأشخاص المقربين منها وابتعادهم عنه والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء بأن العرق يخرج من جسدها في المنام تدل على تخلصها من المشاكل وبعض الهموم البسيطة والعيش براحة وسعادة والله أعلم. في المنام تشير رؤية العرق على الملابس على إدخار الراء للأموال حتى يقوم بمشروع تجاري يحصل منه على مكاسب كبيرة. الفتاة العزباء التي ترى بأن ملابسها متعرقة في المنام والله أعلم علامة على تجهيزها لأغراض زواجها وإعدادها لبيت الزوجية. رؤية العرق على الملابس في المنام والله أعلم إشارة على كثير من الأموال والمكاسب خلال الفترة القريبة. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.